كلامي واسم لاما في المشهد السمعي البصري قليل الظهور، قدم مجموعة مهمة من البرامج اللي غيرت عند الناس، عندها بصمة وتأثير، ومن الناس اللي تخدم بمنطقة السلطة الرابعة من خلال الحقائق الأربعة. فرحان برشا يكون ضيفنا حمزة البلومي. حمزة مرحبا. أهلا وسهلا، تحياتي رامي ليك ولكل مستمعيك. شنو حوالك؟ الحمد لله، نتمنى عليك أنت. الحمد لله لاباس. نشكرك برشا على قبول الدعوة. ربي فضلك، بكل سرور. خاصة كونه حمزة قليل الظهور، حمزة ما يحبش يظهر، يحب الناس تقعد عندها نقاط استفهام وعندها صورة الإعلامي الجدي، وإلا تقول ما نحبش نظهر على خاطر جل الحوارات اليوم تتخدم على منطق البوز، يدخلوا برشا في الشخصي وندخل في إحراجات، ما فهمش علاش. وي فما منه الاثنين الحق ساعة، ما نحبش نظهر برشا خاطرني ديجا نظهر برشا، معني ديجا في الراديو أربع سوايع كل يوم، ساعتين في التلفزة، عندي ظهور على ديجيتال برشا، دونك ديجا قاعد نظهر برشا، دونك ما نحبش نزيد ناخذ بلايص أخرى. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية أنه الحق صحيح كما قلت، في الكثير من اللي كونسيبت اللي معمولين معمول على منطق فلان قال فأنت ماذا تقول، والآخر عمل الحكاية فأنت شنو كذا، فلا يهمني كثيرا أن يكون حاضر فيه. يبدو لي حتى حوارات المواقف ما تستهويش حمزة البلومي، كل مواقفي نحتفظ بيهم لنفسي، يعني حتى ننتابعك ما تكتبش مواقف حمزة. مش بيان سور، لا مش الكل، سا ديبون شنيا المواقف. المواقف السياسية أعتبر نفسي عندي برامج عندها علاقة مباشرة بالشأن العام اللي تقتضي حد أدنى من التحفظ السياسي، كوردو. لكن المواقف في معنى موقف مبدئي، باش نحكيو على كورونا، على التريتمون نتاع ازمه الكورونا، نتاع مواجهه الحكومه للكورونا، عندي فيها مواقف ونقولها في برامجي. مانيش من عشاق الكتابات الفيسبوكيه. صحيح. باهي، حمزه البلومي اسمي يخوف، الجمله هذه تتقال، يخوف ديار الناس اللي ما تحبش الحقيقه او الناس اللي توصلك طرق غير قانونيه. تمتعك انت حمزه الجمله تتلذذها؟ لا لا، با دي تو با دي تو، معناها لا يخوف، لا معناها انا كي تقول لي هكايا سان مو في با بليزير، بالعكس، وخاصه كي نشوفها عند، تعرف اللي نقابل صغيرات ساعات ايفيكتيفمون الاولياء نتاعهم يقولوا لي اسمع راهي والا راهو خايف منك خاطر يعرفك تاع الحقائق الاربعه. قول وي لي علاش، معناها هوني سونسي في منطق الصغيرات ان نحاربوا في الاشرار. فهمت معناها بالعكس، الا الشرير يلزم يكون خايف بين ظفرين كما العاده. مي بون، مي سي ان فيت جو في افيك، مي سان مو في با بليزير. يعني مثلا لو كان تدخل الاداره عموميه باش تقضي قضيه، بس كل تتكبس ولا موجود 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 ويمتعك، لأنه دليل نجاح، نلقاه برامجك عندها تأثير، نلقاه مش بالضرورة يكون طبيعي، ولكن مش طبيعي إيش معناه، خطر المفروض أن كي نعمل في خدمة ولا في حاجة بصفة عامة أنا نخدم في خدمتي مكبوس بطبعي، ولكن سيفري كيف في بعض البلايس ولا بعض الأماكن تحس كونه فما كبسة استثنائية تفهم منين جاي، سي با فو. ولكن زادة ساعات عملت لي بعض الإشكاليات. أنا دخلت مرة إلى مصحة كنت تعب برشا، وهزني واحد صاحبي، معناها خطرني مشيت بحثيه، فلقاني تعب، قال لي لازم نمشيو عندها مديدة، قال لي لازم نمشيو قبل الكورونا، يمكن عندها عامين ونص ثلاث سنين، قال لي لازم نمشيو نشوفوا شبيك وكذا وكذا. فكي مشيت بحثة بيرو، هي مقابلة بريسك بيرو، معناتها تعاملوا معايا على أساس أني جاي باش نشوف باش عندهم وش ما عندهم شو كذا، حد يقربك الناس الكل تسال عليك شنو حوالك سافا لاباس كذا، اما فماش طبيب ولا حكايه جايك وكذا ويعس على روحه على تصرفه. لا وقالوا هالي لا، من بعد الحق انا غبت وقلت لهم راو اذا كان مش نكملوا هكا هاني خليني نمشي نقصد ربي وانتهى الموضوع. على خاطر قالوا لي كاريمو، قالت لي السيده اللي غادي وقتها، قالت لي بربي سي فلان مش ما عندكش كاميرا قاعده تصور فينا. اي وكاميرا صغيره مخبيه. لا هذه تولي حاجه اخرى، نوليو ندخلوا في الهلواس
قلت لها ساعة الحاجة الأولانية مادام أنا راني مريض توا معناتها مانيش باش ندخل باش نجاريك في الكلام ولكن الحاجة الثانية راني كي نحب نصورك بالكاميرا مانيش باش نجيك أنا دكار معناها كان عندنا كان عندك حاجة ما تتصور بالكاميرا راو تو فما شكون يجي يصورها مش باش نجيك أنا باش نصورها بالكاميرا معناها باش أنت تعرفني وتشوف وكذا وتحضر روحك معناها بون موجود ساعات ينجم يعمل قلق باه أنه الجمهور يشبهك بكونان وتبارتاجيها على انستغرام تمتعك هاي عندي التصويرة وي تستمتع بها حمزة سان في بليزير لأنه تبين كونه خدمتك مؤثرة وي بيان سور باه حكينا شوية في الكواليس قلت لك كيف راهو الظرف اليوم دقيق ووضع صعيب وضع يخوف والوضع ضبابي عند الناس تقول يا ريت كملنا في الصيف الحقائق الأربع لأنه المواطن في حاجة المعلومة واليوم المعلومة يستقيها من فيسبوك من صفحات ما تعرفش شكون وراها دونك مهم برشا جكروا اللي في الصيف على عكس بقية المواسم مش وقته بستاف ونعديه برامج قديمة كان المفروض نعمله برامج سي با فو سي اون ريفليكسيون تفكير اللي نجمو نعملو كان تحكي تحديدا على الحقائق الأربعة مثلا سي اون ريفليكسيون اللي نجمو نعملوها وحتى شيء ما يمنع رغم سي فري توا نحب نقول لك راهو اللي احنا عندنا مواضيع نتبعوا فيها يعني عندي مواضيع نتبع فيها توا على الكورونا وعندها علاقة بملفات كورونا من غير ما نعرف بالضبط وقتاش تتعدى مبدئيا في الموسم الجديد ولكن حتى شيء ما يمنع انه بعد جمعتين تسمع لي فما حلقه خاصه بالحقائق الاربع على اكس حاجه ممكن هي ممكنه لا العمليه ممكنه تبقينا كان تحكي على المشهد الاعلامي بصفه عامه تحكي شويه في كواليس المشهد الاعلامي وين قنواتنا غايبه واغلبيتها ديرو ديفيزيون وكذا صحيح لكن نحب نقول لك رامي والناس اللي تسمع وين ال منين باش تجيبها انت المعلومه يا اخي ال ال احنا برنامج تحقيقات يفركس يبتبت يبربش يشوفه وحده مرة في الجمعة عنا حي الزمني للبحث لكن أنا إذا كان مش نعمل برامج يومية وانت عندك حكومة عندها صفر سياسة اتصالية في الكورونا صفر مش ما نقولش تحت صفر ما فما حتى إجراء عمره ما تفسر ما نعرفش معناها كي نقول تفسيرة مثل حتى حد يقول لي ليه ما مقاله حتى إجراء عمره ما تفسر ما يجيوش مستشارين بعد القرارات يحضروا حوارات مستشارين مسؤولين يفسروا شنو معناه كيفان نجي نقول شفت انت جملة نجي نقول مثلا منع التنقل بين المدن تعرف متى هذية هذية فيها كتاب تفسير ما هيش جملة راي منع التنقل بين المدن فيها شو معناها منع التنقل من يهم الأمر شنية الوضعيات الخاصة كيفاش الناس اللي في وضعيات خاصة تنجم تتنقل شنو يلزم يكون موجود كيفاش توت سيز اكسبليكاسيون شكون تعملها المفروض تعملها سياسة حكومية اتصالية على الكورونا الشهر الأول قلنا مثالش تفاجأنا الشهر الثاني مثالش مزلنا ما حضرناش الشهر الثالث درا شنو ثم من بعد فهمنا أنه تلك حدود الله تعتبرها فاشلة طبعا مش ما فيهش برشا تفلسيف تلك حدود الله ما تنجمش تطلب من واحد حاجه ما ينجمش يعملها ما ينجموش يعملوا معناها وصلنا الى الدرجه نتاع انه ما ينجموش حاجه اكبر منهم شافوا كيفاش عملوا الرؤساء شافوا كيفاش عملوا الحكومات شافوا كيفاش تعمل في البلدان مختلف في البلدان باللي نجحت باللي فشلت باللي تحب عليه ما تعلمنا حتى شيء يطلع لنا واحد مره في الجمعتين على اجتماع كذا كان طلع ومخلينا الاطباء في الواجهه الاطباء هما وظيفتهم تفسير امور طبيه خلينهم هما في الواجهه لكن في اطار المسؤوليه بح سيركولين يا غيانا فوا ما فما حد كل واحد يطيش الكره لله ما فما حد لا طيش كره ما فماش كره ما فما حد باهي نرجعوا للحقائق الاربع البرنامج ناجح الناس عندها ثقة فيه يتبعوه يلتجؤوا له هذا الكل مهم ولكن ناخذوا الجانب الآخر جاوك حاجات مثلا حمزة يتهموك بالانتقائية
يقول لك انت تختار الحيتان الصغيره وتتفادى الحيتان الكبرى. اذا كان انت تبدا تخدم عندك منطق مثلا كونك ما تخدمش على شركات لانهم هما مستشارين غدوة عندك في القناة. جيوك حاجات كيف من هكا؟ ألور حاجتين. الحاجة الأولانية عملنا يظهر لي بما فيه الكفاية مواضيع ونجم نرجعو لها ونتبعوها باش نفهموا لي احنا الحيتان الكبيرة اللي نحكيو عليها هذية ما نجمش يكون أكبر من وزير. مش هو مثلا حيتان كبيرة شنو تحب تحقيق يعني. مثلا على الفساد المالي داخل الأحزاب الكبرى نعطي مثال. تحقيق يفترض معلومات ومعطيات. تفهمين؟ احنا ما نحبش نقول لك قديش من حاجه عملناها ثم من بعد ما وصلناش فيها الى نتيجه. عملنا العشرات من المواضيع اللي ما نوصلوش فيها الى نتيجه، نحلوا فيها تحقيق بحث نشوف واش فما واش ما فماش. تيكون تحكي على 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 السمعه اللي عنده الحقائق، مين جاتوا السمعه؟ جاتوا من انه الناس تعودت انه أغلبية القصوى تاع مواضيعنا باش ننسب خطرنا. مش يعني أن احنا ملايكة ما نغلطوش، نغلطوا أخطأنا. أغلبية مواضيعنا يعرفوا الناس اللي كي نقدموا لهم معلومة راهي صحيحة، رانا ثبتنا فيها. بالتالي ما نجيش أنا بوغ فيغ بليزيغ هكا خاطر كذا إجا نعملوا على الأحزاب السياسية وناخذوا الحزب الفلاني ونقولوا هو عنده درا قداش من فلوس ودرا قداش من كذا. موجود، أنا ما عنديش ما يثبت. أنا عندي الكلام ما عنديش ما يثبت. تبعنا أكثر معلومات في أكثر من مرة في أكثر من بلاصة، ما عنديش ما يثبت بالضرورة. دونك هذه النقطة الأولى هي الإثباتات. التحقيق يعني إثباتات مش كلام. صح ولا غلط؟ كان فما تحقيق مثلا على الجامعة التونسية لكرة القدم ومن بعد ما تعداش لقلة الأدلة والإثباتات كيف كيف ضغوطات. لا لا، لأنه عنا الموضوع متاع جامعة كرة القدم متعلقة بشخص عنده علاقة برئيس الجامعة. كان المفروض أن نوصل فيما يتعلق به إلى جملة من المعطيات، وصلنا ليش؟ واضح داكوردو. بالتالي ما نزيدش ناخذ أكثر تفاصيل. بالتالي مانيش باش مرة أخرى نعاود نقول لك جو في تري 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 اتونسيون مع فريق الحقائق أنه كل معلومة من نجم نقدمها إلا ما تكون ثابتة. وقت اللي عندي ثابتة وعندي عليها المعطيات وعندي عليها الأدلة قدمها ونعمل البرنامج. قلت لك والأمثلة عديدة ومتعددة على المؤسسات والشركات الشخصيات اللي تحب عليه اللي تعمل هذايا في معاهم. باهي ناخذ جانب آخر أما قبل ما ناخذه حمزة عندي بارشة أسئلة ونحب نفهم وإلا تتعهد كونه نعمله جزء ثاني مدة أخرى. تقدم أحيانا تحقيقات لضمان الاستمرارية لضمان نسب مشاهدة من باب مثلا من داخل عالم المتحولين جنسيا، جريمة الغرفة، الحبة الخارقة، بنات للكراء، هذوما الغاية منهم حمزة كونه تواصل تعمل أرقام ونسب مشاهدة مهمة باش يتواصل أيضا البرنامج. أنا راني من الناس اللي قلتها ديما ونعاودها ونقولها، مانيش أبدا من الناس اللي باش نجي نكذب عليك ونقول لك أرقام المشاهدة لا تعني الإذاعة ولا التلفزة وسيلة الإعلام ما تمشي إلا من الناس الطبع. هذه تفهمنا فيها ولا؟ ولكن فما شكون عنده هاجس للأرقام. أنا هاجس مش هاجس، يلزمك تعمل أرقام معتبرة كوسيلة إعلام بصفة عامة ولا كبرنامج بصفة خاصة. ما كانش تتبدل، يتبدل البرنامج وإلا تقف المحطة. ما فيهاش برشة تفلسيف. توا المواضيع اللي تحكي عليها عادة تدور حول بعضها مواضيع إيحائية، بعضها مواضيع عندها علاقة بالجريمة المنظمة المخدرات اللي هي من أكبر الفليو اللي عنا في البلاد. أنا نحب نحي انفصام الشخصية اللي عنا اللي هو موجودة وناس كل تعرفها وتشوفها و و و و أما ليه ما تحكيش عليها مون في التلفزة خاطر ماك تعرف التلفزة
البرنامج اسمه الحقائق الأربع، هو برنامج يتعدى في الليل، المفروض اللي يتفرجوا فيه هي هما متفرجين ومتلقين من عمر معين. اي حمزه اسمح لي نذكر مثلا مراد على اي فهم يقول لك فما تقرير المفروض يتحط عليه فوق 18 سنه. مراد صغير مع احترامي ليه مش حكيت فوق راهي فوق 18 سنه. انا قلت لك الكلمات، انا كي نحكي مع واحد انا جوريست دو فورماسيون كي مراد عندي هاجس الدقه. تعرف شنو يلزم يكون فيه 18 سنه؟ انت عارف انت رامي شي لازم يكون فيه 18 سنه. انا مش عارف تذكر له هذا الحوارات اللي تتعدى لعموم الناس. لا 18 سنه يا سيدي راهو محدد نصا يلزم شنو يكون هذايا البرة مثلا. صور محدد نصا، صور معينه، صور معينه، مشاهد معينه، مش كلام، مش كلام. يعني احنا التقرير في نهايه المطاف راهو هو اللي معناتها اللي تحكي عليه نتاع بنات للكراء بين ظفرين هو كلام اللي قلق. كلام ما فما حتى صوره قلقت. اي فما حتى صوره ينطبق عليها. ناخذ مثال، ناخذ مثال، ناخذ مثال في الكلام، ناخذ برنامج اذاعي نهج تريبينال مثلا. وي برنامج اذاعي ما فماش صور. اي وصار جدل حول نفس الموضوع. بيان سور. لا لا مش نفس الشيء. جرائم، جرائم بوصف الجريمه. دايور احنا حتى احنا في تلفزه ما عادش نعملوها. كان لاحظت وصف الجريمه، اعاده تمثيل الجريمه. مثلا يجي يقول لك سامحوني في يوصف لك بالدقه كيفاش هو شد سكينه وعمل هكا وقتل هكا وقد من هنا. هذا مشهد مقزز او تعمل مشهد لا اذاعه ولا تلفزه يعني يستساغ. اما فما مشاهد اخرى تتعمل، نذكر مثلا تقليل التمره، ناخذ التفاصيل كيفاش تتخدم. وي. كيفاش تتخبى. بيان سور. كيفاش كذا. بيان سور. وي بيان سور. ما فيها شنو فيها عيب التمره كيفاش تخدم كيفاش تخبى؟ فيها حتى عيب تتاكل في الفم. التمره تتحضر وقت اللي عندك مسؤولين امنيين يقولكم اللي تحكيوا فيه هذايا حاجه لا توجد. حاجه من نسج الخيال. هذايا وقتها الكلاب. كان المفروض علينا أن نثبت أنه هذا ليس من نسج الخيال، وموجود. أنه هذا هو الواقع وهو موجود. يا أما ما نحبوش نشوفوه، يا أما شايفينه ولكن نغمضوا في عينينا. به يقولك نوعية البرامج هذه حمزة تقتضي السرية، يعني وي. الفريق الصحفي وي. والفريق ككل نكونوا متكتمين عليه تقريبا. المجموعة الكل اللي معاك اليوم نجوم. وهذا ما نعرفش لو كان ينجم يضيع عليكم برشا فرص في بعض التحقيقات، وكيف كيف يعرضهم هما لخطر. هو كان اختيار اني حبيت يكون برنامج بظهور منو بظهور الفريق نتاعي. حبيت يكون برنامج مختلف الصحفيين اللي فيه ظاهرين في التقارير. هذا ما يمنعش خطر صايرة في العالم. أنا ديما نستوحى الكثير من البرامج نتفرج فيها في كبرى القنوات. فما محققين كبار في العالم ولكن ويعملوا تحقيقاتهم ويعديوهم ويظهروا. عنا الكثير من الطرق باش نجموا نوصلوا للمعطيات ونصوروا ومش بالضرورة باش والدليل قد عنا معنا 3 سنين متواصلين 3 سنين ونشوفوهم ونعرفوهم وكذا، ولكن هما بيدهم في أغلبهم أعضاء الفريق الحقائق قاعدين نخلطوا للمعطيات ونعرفوا كيفاش نجيبوها ونعرفوا كيفاش نوصلوا لها. خاطر كيما قلت لك علي أنا قبيلة كي نمشي نعدي مش بالضرورة الوجه اللي يمشي اللي أنت تشوفه وتعرفه هو اللي باش يمشي للبلاصة اللي باش نستقيوا منها المعلومة. دونك فما فريق آخر متكتم عليه فريق الحقائق الأربع. خلينا في كونان توا. إي بون أكيد ديما فما فريق متجدد في حاجات. فما ناس اللي يعاونونا بصفة عرضية، فما ناس يتواجدوا معانا في تقرير فقط مهمة في مهمة صحيح في مهمة. حمزة بعد ساعات وارد كون يكون فما تقرير جاهز وعندنا كل الأدلة وكل الإثباتات، ولكن أنت تقعد تقول ظرف البلاد اليوم يقتضي كونه لا ما نعديهش ما هوش وقته.
خليني نتذكر انا راني ماهيش وقت وعندي عندي معاه حساسيه. انا كلمه ما نحبهاش خاطرها باب، سامحوني في العباره تاع بلي، تدخل في السانسرا ذاتيه افالا كي تحلو ما عادش يتسكر. التقرير اللي عملناه على وفيات الكورونا في العالم والناس كيفاش تدفن عبارة على مقابر جماعية، وجاء برشة توينز تقرير في ظرف في أقل من 24 ساعة عمل أكثر من مليون مشاهد، وجاء برشة توينز نفس الناس اللي توجعوا بعد مدة توك يقابلوني يقولوا لي يرحم والديك فكان النهار ذاك اللي قلنا لك ليه وعليش وتخوفوا في العبيد ومش وقته وشنية كذا وعليش ترعبوا في الناس ورديتونا كورونا درشنية. بناء علي أنا يمكن يصير يصير أنه يجي تقول ذي والله ليه مش، أما أنا نتعامل بكثير كثير من التحفظ ومن الحساسية معاه حكاية ذي مش وقته. به وقت وقيت ترتيحة يعني ناخذوا فاصل صغير ومواصلين معاكم في ستايين حتى الماضي ساعتين.